العلم لله جل جلاله، العلم الحقيقي فوق كل ذي علم عليم. هذه نتف من العلم، محاولات. لذلك روح الفلسفة إلى اليوم سقراطية. ما أجمل كلمة كارل ياسبرز، فيلسوف الألماني العظيم المؤمن، كان مسيحيا مؤمنا وفيلسوفا وجوديا ومحللا نفسانيا، كان عالما في التحليل النفسي. كارل ياسبرز صاحب عظمة الفلسفة، كان يعد الفلسفة خائنة لنفسها. متى تخون الفلسفة ذاتها؟ متى يخون الفيلسوف الفلسفة؟ إذا ادعى أنه امتلك ماذا؟ القول الفصل والكلمة الأخيرة. هذه الخيانة، لأن الفلسفة سقراطية الروح، نسعى فقط لكي نطرح مزيدا من الأسئلة، لكي نوسع تأكيد ماذا؟ دائرة علمنا بجهلنا، كما قال الإمام الشافعي. هذا هو العلم، هؤلاء هم الحاذقون، هم الفاهمون، وهؤلاء هم المتواضعون.